وفيد ساعدتنا بشكل كبير، طورنا الأجهزة الأساسية. يعني عندنا تقريبا 4 أجهزة أساسية للتحليل بتخدم جميع الوحدات. طبعا هذا بينعكس بشكل إيجابي كبير سواء على الخدمات المقدمة للمجتمع أو على البحث العلمي في جامعة بير زياد. يعني صار المركز عنده قدرة أكبر لعمل فحوصات جديدة، فحوصات أكثر بدقة أكبر وبسرعة أكبر وتوفير وقت وجهد بشكل كبير. جاءت فكرة المشروع تطوير البنية التحتية. معظم الأجهزة اللي كانت تعود للتسعينات، يعني معظمها قديمة وأصبحت لا تتماشى مع المتطلبات العالمية، كمان تكلفة فحوصات عالية جدا. تأسس مركز المخطوبات في جامعة بير زياد عام 1982 كأول مركز من نوعه في فلسطين بيقدم خدمات من هاي النوع للمجتمع الفلسطيني بأفراد ومؤسسات مختلفة بالإضافة إلى مجتمع جامعة بير زياد. بدأ عمل المختبر في مجال جودة المياه ومتابعة المياه الشرب في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن ثم بدأت خدماته تتوسع بالإضافة إلى المياه في سلامة الأدوية وتطوير الصناعة الدوائية، وكان له دور كبير في النهوض بالصناعة الدوائية في فلسطين بشهادة مصنع الأدوية نفسهم. ثم انتقل توسع في مجال السلامة الغذائية، وأخيرا بلش في إضافة مختبر لفحص البترول والزيوت المعدنية.